فعلا ودي لازم الحياة نتخلص منها القصة دي فعلا يا طبعا مروة، ان هي جزئية ان ولادي يكملوا حلمي او اللي انا ما قدرتش احققه. انا كان نفسي اطلع دكتورة فابني جاب مثلا مجموع طب او بالظبط ما دخله طب، فلا ولادي دول اشخاص منفصلين عني بالظبط بفكر مختلف، بعقلية مختلفة، بشغف مختلف زي ما بنقول، بكل حاجة، هو إنسان بتفاصيل مختلف عني مختلفة بالظبط كده. بتفاصيل أنا مختلفة بحب حاجات مختلفة عن كده، فما ينفعش إن أنا أفرض على ابني حلمي عشان هو يكمله. بالظبط يعني لو هو حابب ده أوكي حلو جدا، ونشجعه ويستمر فيه وتديله أسرار كل حاجة ونصيحة، اللي بيعمل كده يا ريت يخلي ولاده يبتدوا من الصفر خالص. يعني لو عنده مصنع ما يحطوش مدير المصنع، ما يحطوش رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة، بالعكس ينزلوا مع العمال الأول يلف في الأقسام ويشوف ويشوف إيه المشاكل بتاعتهم، يشوف كل حاجة لغاية ما يترقى 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 يوصل لحاجة، صح. ده اللي بينجح. بالظبط إنما اللي أبوه بقى هو حطه رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب أو بتاع، دي ده حاجات هي عشان كلها مسميات. البرستيج. وعايزة أقول برضو الأب اللي هو عمل مصنع